الناس يقول عن الدولة الإسلامية الموجودة الآن أنهم خوارج، فهل هذا صحيح؟ لا شك يعني صفاتهم وأفعالهم هي أفعال الخوارج، الدولة اللي يقولها الداعشية. نعم، ما يقول لها، ما يبغي نقول إسلامية، يقول داعشية، هذا الاسم المناسب لها. الدولة الإسلامية تذبح الناس بالسكاكين، أو تذبح الناس بالسكاكين ويعني تفسد ويعني وتقتل، يعني هذا ليس من الإسلام في شيء.